عودة للمتابعة. ان احنا وياكم شو رأيكم ننتقل لعند جورج كمان مرة ونشوف شو عنده فيكم تتابعوا معه عبر صفحة الفيسبوك الخاصة فيه. كمان أنا اليوم بلشت نهاري بعلم صباح، بقلكم كيف تكشفوا الشخص إذا عم يكذب قدامكم ورا ببه العين بيفتح ولا بيطبق، كيف من ورا العين وين بتطلع، يعني وهالأمور هيدي. طلع في عنا اليوم أربع خطوات رح نتعرف عليهم مع تانيا، كيف تعرفوا تتعاملوا مع الأشخاص، تعرفوا مع مين عم تتعاملوا وأنتوا مين، ما بعرف إذا شرحت مزبوط. خلينا نحكي مع تانيا. صباح الخير. صباح النور. شرحت مزبوط. لك أهم شيء لو إنسان يعرف عن جد مع مين عم بيحكي وشو قصد اللي عم بيحكي معه هو مين. صحيح 100%. مشان هيك اليوم رح عرف الناس على تقنية بدرب كمان فيها، هي معروفة، هي جزء من تقنيات متعددة بس هي من المبسطين جدا لكل الناس معمولة. اسمها أيما، يلي أيما يعني Identify Modify Adapt أو Apply، يعني تعرف اوكي غير غير حسن بالموديفاي للتحسين، غير للتحسين وطبق. نعم. من وين جايه هالدراسات؟ هالدراسات علم النفس الاجتماعي بالقرن الماضي جوزيف، من دراسات تقاطعت من عده باحثين بالعالم وعلى عده سنوات، تم تحديد اربع انواع من البشر، مع انه نحن 7 مليار كل واحد منا شكل، بس في امور كثير بتجمعنا، جمعوها باربع عناوين عريضه. ليش؟ لانه لو من وين ما كنا وشو ما كانت ثقافتنا وشو ما كان الباك جراوند تبعنا، عم نحكي بالشخصيه مش عم نحكي بالثقافه تبع كل شخص، عندنا كلنا ميلتين بدماغنا، الايسر، الدماغ الايسر والدماغ الايمن. صح. ولانه عندنا هالاثنين عندنا نوعين كمان من البشر يلي هن مقدام ومتحفظ. اوكي. هلا هالزيجة بين الشخصيات، يعني إذا بفكر باليسار إنما أنا متحفظ بكون شيء، وإذا أنا بفكر باليسار إنما مقدام بفكر شيء، والعكس صحيح بالعقل اليميني. هلأ شو ميزة العقل اليسار واليمين؟ هيدا الشيء اللي بخلينا نكون محددين أربع أنواع. في شيء أحسن من شيء يعني؟ لا 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 أبداً، هني بيكملوا بعضهم، وفي ناس كتير بتطورون بيصيروا بيشتغلوا بالتوازي، هو لازم نشتغل بالتوازي. بس بضل عنا ميول أكتر على ميلة من الميلات من عند أغلب الناس. أوكي. يلي هي إذا أنا بفكر باليسار أنا بفكر بالمنطق، أنا رأيي بالناس بخليه ثابت، أنا بآمن بتراتبية الأمور، أنا بحاجة لللوجيك عندي كتير بعملي وبتعاطية مع الناس. أوقات بكون متحفظ، ما بروح بركض دغري بسلم بين الناس، لما بكون بيناته بدي أنطر، بدي أتأكد من الوضع، يمكن ببلش جملتي بقلك الوقائع بتقول هيك يا جوزيف. إذا أنا بفكر بعقل اليمين أكتر، أنا خلوق، أنا اجتماعي، متجه إلى الناس أكتر، ما بشوف بمنطق دايما كتير الأمور، بشوفها أكتر بأحاسيسي بتفاعله مع الناس، وبغير رأيي بالعالم، وبغير رأيي إيه، لأنه ما عندي توقع ثابت من العالم. نعم. إذا بيتغير التصرف تبعه أنا بفضل هيدا. أنت أصلا هيك أنت هايلو، هلأ رح خبرك أنت شو. بهالإطار هالأربع شخصيات، الأيما Identify Modify Apply اللي أسسها شخص هو أستاذي اسمه جيمس نايت، وعلمني وعطاني شهادة فيها لصير درب فيها، مقسمة على أربع ألوان. في عدة تقنيات أخرى بس معقدين أكثر الأخريات لما اطلعت عليهم، الأيما الحلو فيها أنها كتير مبسطة. في أربعة هني هاي أصفر، أصفر أعلى. نعم. أحمر أعلى، أزرق أعلى، أو أخضر أعلى. ليش منقول أعلى؟ لأنه نحن مش مسيرين ومش شغلة وحدة، يعني أنا يمكن كون هايلو، أنا وياك هايلو على فكرة. نعم. أصفر أعلى من غيره عندي، بس أنا أوقات بستعمل الأحمر يلي عندي إذا أنا مضطر أكون بهيدا الموقف اتصرف بالطريقة طبيعي. فإذا مش هيك منقول هايلو، هاي بلو، هاي جرين، هاي ريد.
رح نتعرف على شخصية كل واحد. ليش مهم نتعرف؟ لأن إذا أنا وياك يا جوزيف هاي يلو موجودين بمجموعة، نحن الأقلية. ليه؟ لأنه في أربع مجموعات. إذا من الطبيعي جدا يكونوا الآخرين مقابلة ومقابلك بيتصرفوا غير، سرعتهم غير، بمنطقوا بغير طريقة. إذا أنا بفهم هيدا الشيء بصير بتعامل مع الآخر بطريقة بناءة أكتر، بصير بعرف إنه مش لأنه سيء هيدا الإنسان هيك، لأنه منطقه بيختلف عن طريقة سرعته وتفكيره بيختلف عني، فبصير بتقبله أكتر وبصير بعرف كيف لقيله بنص الطريق. هيدي البارتي اللي بالأيمن بنقلها modify، طور فيي تجاه الآخر، لهالسبب عم نحكي عنها. بخلينا نحكي أوكي. خلينا نبلش بالشخصيات. مين عنا؟ رح نشوف أول صورة رح نشوفها. شوف شكله لهالبازل. هيدا هاي بلو، هيدا البروفايل الأزرق. خلينا نشوف مين منا او مين بنعرف بحياتنا شخصيته ازرق، وخلي المشاهدين يشوفوا الازرق. شايف كيف فاتح ايديه وراكد على الناس؟ اوكي. الازرق بيفكر بعقله الايمن، اذا هو خلوق متجه صوب الناس، منفتح، اجتماعي. بيركز لما بتشغل، بيركز على التفاصيل تبع كل مرحلة، ما بيشوف الخاتمة بسهولة يمكن، بس بيركز على كل مرحلة، بحط كتير بقلبه الازرق. كيف نتعرف على الازرق؟ فكروا هلأ بهالتكة، مين بحياتكم بعائلتكم حواليكم شخص بتقولوا يا الله شو بنبوني هالإنسان، شو طيب، شو منيح، شو لذيذ، شو هالسند؟ هيدا قولوا دغري إنه هيدا هاي بلو، هيدا أوكي. أزرق. الأزرق ميزاته الفيوتشر كلها شفت طيبين كلها زرق بس منه مقدام الأزرق. الفرق بينه وبين الأصفر، مع أنه بيفكر بعقله اليمين مثل الأصفر، غير مقدام، بطيء. إذا بتحشره بالوقت وبالزمن بتعذبه، ما بيعبر عن مكنوناته لأن ما بده يزعج الغير. ومع الوقت بيتعود ما يقول لا، وبيأذي حاله لأنه ما بيعرف يقول لا، بخاف يقول لا الأزرق. فمن الأشياء من الأشياء اللي لازم الأزرق يعملها هي أنه من الوقت للتاني ما يخاف يقول لا، ما يخاف يقول يلي عباله يقوله للآخر، ما يخاف، مش رح يجرح لأن طبيعته ما بتجرح. للتوازن، للتوازن، وكرمال صحته هو الجسدية والنفسية للأزرق. خلينا نشوف شخصية تانية، أنا رح أمرق عليهم على السريع اليوم هني أطول. نشوف البازل التاني، ليك كيف شكله البازل التاني. الأخضر هاي جرين يلي هو بيفكر بعقله اليسار، وهو غير مقدام، هو متحفظ. شايف كيف عم بيفكر؟ أوكي. بتتذكر بالمدرسة نحن وصغار يعني، أو بالمدرسة بالسكوندار يمكن أو بالجامعة، عندك هول الطلاب يلي بينطر بينطر، ما بيحكي، بينطر بياخد نوت، بيشتغل على مهله، بيقلك بس الواقع بيقول أو الدراسات أثبتت تق 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 هيدا الشيء. بيتكل على المنطق، بيتكل على الأبحاث، بيتكل على statistics، هو بحاجة لهالأمور ليبني رأيه. يعني بده شواهد، بده شواهد، بده أمور، بيفكر على مهله جدا، بينجحوا جدا بالمهمات يلي بدها تقسيم منطق ووقت، ومنخلص كل مرحلة من الشغل لحالها، هاي خلصت بنحطها على جنب ننتقل للتانية. بس ثقيلة كلنا عنا سعادتنا وعنا الأشياء الجيدة. المنيح بالأخضر جوزيف إنه ذكي، ذكائه عالي جدا. نعم. إجمالا بيتأخر يمكن ليسلم عمله، أو بيتأخر ليطلع بقرار إذا نحن بعائلة أو بأي شيء، إنما من القليل جدا لتقدر تمسك عليه خطأ أو تقول ما معك حق أنت ما فكرت فيها. أوكي. لأنه بياخد كل وقته فيها. الأخطر إذا فات بين الناس، أوكي، ما بيسلم دغري، ما بيعمل آي كونتاكت، ما بيطلع فيك مباشرة، بده وقت. ايه بده وقت، او اذا طلع فيه هيك بحاجه ليريح نظره من وقت للتاني، هيك بتعرف هيدا انه هيدا اخضر. نعم. بيسلم عليك بمد ايده بتكون هيك هاربه، انه بيسلم مش بحراره، بيسلم هيك انه رسميا بيشد لك على ايدك بيمشي. الاخضر بيسلم مثلا، ايه لا هو اكثر، ايه هيك مثلا، مزبوط. هيدا الاسيرتيف، يعني خلي الزاويه على الزاويه، الزاويه على الزاويه. هيدا كاركتر. لما بتشوف هيك شخص بالمجتمع ما تقول انه منطوي على ذاته، هو منطوي على ذاته اكثر من غير شخصيات. نعم. بس هو مش معناتها ما بحب، مش معناتها ما بخاف على الاخر، مش معناتها انه ما عم بحس مع الاخر، معناتها هو كلهم جوا مدفونين عنده اكثر من المنطق، بحاجه للمنطق. او اجمالا كثير عنيد الاخضر، ما بيغير رايه بسهوله وما بينسى بسهوله، هو من نقاط الضعف عنده. طب شو البوزيتيف عنده؟ انه ذكي. لا ذكي، منطقي، يتكل عليه، تكله حدا، تكله. طب اذا نجعل الازرق منه ذكي؟ الازرق ذكي بس بيتكل على العاطفه، بتلعب كثير العاطفه دور فيه. يعني لقلك اذا الازرق بوظيفه عنده ديدلاين لازم يقدم بكره العمل،
ايه بس انت هو عم يشتغل على العمل، انت وقعت فكشت اجرك بالمكتب، كون اكيد رح يترك العمل والديدلاين تبعه ويركض عليك ويوصلك على البيت، ويكون اكيد انه قطعت على المستشفى ويلحقك بالتليفون. هيدا الازرق. الاخضر رح يقول اه اخذوا الازرق، رح يشوف حدا انه بشرفكم حدا ياخذه على المستشفى للاخضر، لان عندنا ديدلاين. عندنا ديدلاين بكره مجبورين، بيطمن عليه، مش معناتها بلا احساس، بيطمن عليه بس عنده يعني. لانه تاسك اورينتد، متجه نحو العمل. اوكي. الازرق متجه نحو الناس والعاطفه. والعاطفه رح ننتقل لشخصيه جديده. ليك ليك موديل الاحمر كيف هو؟ شو بيوحي لك هالبازل؟ الأحمر رافع اصبعه وفازز بالهوى، انه ناجح جدا. صح. اوكي. الاحمر اذا بتتذكرون بالمدرسه للطلاب يلي مدام انا 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 هذا اللي عنده دائما الجواب. فتنا بماتش بده هو يربح، عملنا فحص لازم يجيب اعلى علامه، بس اذا خسر يا ويلي. الأحمر بيفكر بعقله اليسار أكثر من اليمين، إنما متجه نحو العمل والنتيجة، بتهمه كثير النتيجة الأحمر. نعم. شخصية قائدة، شخصية زعيم، شخصية مدير، شخصية بينجحوا بهالبوستات، بوستات بحبوها، هالمواقع بحبوها، رب العيلة. ليدر يعني. الليدر، القائد. نعم. بحاجة لهالأمور، هون نعم. بيلاقي حاله. الحلو في الهاي ريد انه اسيرتيف، انه مقدام. الهاي ريد مثل ما عم تقول بفوت على المجتمع، بيعمل معك اي كونتاكت، بيمد لك ايده. ايه؟ مرحبا انا تاني عوض غرل، شو الاسم الكريم؟ اوكي. بهالطريقه. نعم. صوته جهاري، بيحكي بين الناس، رح بحب يحكي بابليك، يعني بابليك سبيكر، لانه قائد. نعم. بتشوفهم بمواقع قيادات الجيش، السياسيه، المدراء العامين، مدراء الاقسام، هيدا اللي بيمشي الفريق. بحب بيشوف العمل جلوبالي، بيشوفه بطريقة متكاملة مع الهدف قدامه. ومنه يعني أفكت، منه إيموشنال يعني. الإيموشنز عنده كتير ثانويين. نعم. كتير بيخليهم لعائلته، يمكن لسيركله المقرب. سوشيبل جدا. بس انتبه، إذا وقعت مثلا، إذا أنا بكرة عندي ديدلاين، أنا القائد تبع هيدي المجموعة، بكرة بدنا نقدم العمل، وانت جيت قلت لي بس توفت ستي، الله يرحمها، شو بدي أقول لك؟ يعني ما رح تقدر تكمل معنا إحنا اليوم النهار لحتى نكمل. مش لانه احاسيسه غايبه، لانه بمنطقه الديدلاين كثير مهم ليوصل للهدف. بس عندك قصدي لازم تقولي رابع لون. اكيد رح اقول رابع لون الاحمر. اذا شفت الاصفر ليك موديله، بذكرك بحدا؟ ايه بشادي. شادي هاي يلو. انا هاي يلو. رولا هاي يلو. في كثير يعني بعالم التلفزيون بتلاقي كثير الهاي يلو. ليش؟ لانه انسان سوشيبل، كمان متجه نحو الناس. نعم. بيفكر بعقله اليمين ومقدام. بيفوت ابو عجقه، بس يفوت الهيلو على محل ما. هي. بيفوت ما بتشوفه. هي. صوته عالي، بيلعب بصوته، بيعمل اي كونتاكت معك، بيحكي بشعراته وايديه ووجهه وكله بيحكي. يا لطيف، عم توصفيه مثل ما هو. صحيح. هلا بيطلع. وبحب الناس. وبيركز على الناس اكثر من المهمه، يمكن بيشوف. نعم. المهمه بشكلها الاجمالي، ما بيشوفها بشكلها التفاصيلي، ما بيحب التفاصيل. بدك تيأسه للاصفر، حطه ورا مكتب واعطيه تاسك كثير اداري بتموته. نعم. انت هيلو. انا شو؟ انت هاي بلو. هاي بلو. ايه. اوكي. انت هاي بلو. كثير بنتفق سوا على فكره الناس ومحبه الناس. لا. والفن الاصفر. لا. فان لافر، بحب العالم. كثير بنختلف انا وياك بالسرعه، انت ابطا مني انا. اوكي. فاذا انا اذا بفهم اكثر انه انت اهدى مني، انا لازم اعطيك وقتك لتكون اهدى، وانت اذا بتفهم انه انا سريعه وام عجقه، ما لازم هالشيء يزعجك، لازم ايه تجرب تقرب صوبي. بهالطريقه بنكون بلشنا تواصل بالناء سوا. انت يا خالد بتصور يلو. ثانك يو لك تانيا، كثير حلو الموضوع، حبيته. كمان بنحكى بعد عنه اكثر بتفاصيل اكبر. لكل المشاهدين بريك قصير، ومن بعدها بنعود للمتابعه مع كتاب هالاسبوع واجنده مع زينه وكل الايفنتس بلبنان والدول العربيه.